الخصوصية لدى الأبناء موضوع مهم جدا وحساس للغاية، ويشكل تحدي لمعظم الأولياء. كيف نتعامل مع هذا التحدي بطريقة إيجابية؟ خليني في البداية نقول لكم أنه نفس الموضوع عندنا اختلاف في أوجه النظر بين ما يراه الأولياء وما يراه الأبناء. أولادنا كيفاش يشوفوا الخصوصية؟ في مرحلة معينة، مرحلة عمرية معينة، يشوفوا الخصوصية مطلب حقيقي واحتياج لابد أن يكون موجود حتى يشعر الابن أنه كبر، أنه ولا مستقل بذاته، أنه عنده حياته ويزيد احترام روحه. بالنسبة للأولياء ينظروا لها من منظور آخر، أنه الخصوصية فيها مخاطرة كبيرة. يخاطروا وقت اللي يعطيه مجال خصوصية واسعة للأبناء، يخافوا، يقول لك توا وقتنا، توا صعيب، مش كيما وقت بكري، شنو باش يعمل، ما نعرفوش عليه، مانيش قاعدين نشوفوش قاعد يعمل، ونخافوا ربما يمشي في ثنية غالطة ويفوت الفوت وما عادش نعرفوا كيفاش نتصرفوا مع الوظائف. بالتالي هذا تحدي حقيقي بالنسبة للاثنين، وكما قلت لكم يشكل مصدر أساسي في صراعات والتشنج والانفعالات اللي تحدث بين الأولياء من ناحية والأبناء من ناحية أخرى. كيفاش نتعامل معها؟ ثم شكون يتعامل مع الموضوع هذا بطريقة سلبية؟ كيفاش طريقة سلبية؟ إما أنه يسيب الماء على البطيخ كما نقوله، معناه يولي يتعب من العملية هذه، أنه كل مرة فوق راسه وكل مرة يراقب في ولده وكل مرة يشوف ويتبع ويتعب وما عادش ينجم ويشوف أنه بالعمل ما عادش ينجم يسيطر على ولده، بالتالي يتعب ويقول لك هذاك جهدي وما عادش ينجم يعمل حتى شيء، خليه يتصرف كما يحب. ثم شكون العكس، ثم شكون يغالي في الرقابة ويتبع كما نقولوا شقيقة ودقيقة، ومعناه يخنقوا للآخر، وبالتالي هذا يولد انفجار. الانفجار ما تعرفش عليه وقتش يصير، انت تو نجم تراقبه لكن بعد ما تعرفش. مش هذا المطلوب. اذا كيف نتعامل بطريقة ايجابية مع خصوصية الابناء؟ ناخذوها من الوسط. كيفاش؟ نعطيكم خطوات عملية تمكنكم من التعاطي بطريقة ايجابية مع الموضوع. انه اولا، بداية لابد في تعاملنا مع ابنائنا انه نحطه في بالنا انه نهار اخر ولدك باش يكبر، نهار اخر يحتاج انه هو يحسن التصرف من ذاته. ما تنجمش انت اليوم تراقب فيه واليوم تدخل الفضاء الخاص وتشوف وتحاول تصلح، لكن نهار اخر ماكش باش تنجم. ونهار اخر حتى اذا نجمت وشفت وتجي تحكي معاه وتحكي معاه بطريقه فيها شده، يمكن يرفضك ويرفض نصائحك وربما يقوم بالعكس. فلا بد انه تعمل مع ابنك بطريقه انه تخليه هو يكون من ذاته مقتنع، وبالتالي ننتقل من الرقابة الخارجية إلى الرقابة الداخلية. كيفاش نطور من الرقابة الداخلية لدى أبنائنا ونتعاملوا مع الموضوع، موضوع الخصوصية بطريقة إيجابية؟ أول شيء لابد أن الثقة تكون موجودة، ما نضيعوش الثقة، خطر الثقة هي أساس استمرارية العلاقة. والثقة كيف نبني ثقة؟ هذا موضوع كبير وتكلمنا عليه في حلقات ماضية. إذن أول شيء لابد أن الثقة تكون موجودة. ثاني شيء حتى نحسن نتعامل مع الخصوصية، لابد انه نطور الشيء هذا، الخصوصية لابد انه نطورها تدريجيا. وكيفاش نطورها تدريجيا؟ باعتبار عامل السن، انه نعطيه مجال حرية ولكن نضع ضوابط لذلك المجال. تقول لي شنو الضوابط اللي نجم نحطوها؟ لابد ان نضع ضوابط، ركز في الكلمة اللي مش نقولها توا، ضوابط سلوكية ظاهرة. ايش معنى الضوابط السلوكية ظاهر؟ الغيب ما يعلمه كان ربي. فانت كيفاش باش تقيم علاقتك بولدك؟ من خلال الضوابط السلوكية الظاهرة. مثلا تقول له عنا وقت للخروج، عنا وقت للدخول، عنا وقت للقراية، عنا لابد نعرف مع شكون تخرج، شكون اصحابك، كي تروح للدار وحدك شنو تعمل. اذا لابد انه تشوف انت شنو الضوابط اللي تمشي كل واحد وقيمه واخلاقه. شوف انت الضوابط اللي تمشي مع القيم والاخلاق نتاعك ووضعها في باسلوب في حوار بناء وراقي بينك وبين ابنائك. وايضا اسلوب الحوار هذا موضوع تكلمنا عليه مش بتكلم فيه الان. اذا اتفق، قم بالاتفاق مع ابنك على جمله من الضوابط
السلوكية اللي فيها هامش من الحرية اللي يتطور مع الزمن. ثالث نقطة، لابد أنه نحط النتائج اللي نحب نوصل لها. إذا حطينا الضوابط، لكن لابد أن نربط تلك الضوابط بنتائج، والنتائج نحتاجها حتى نقيم تلك الضوابط. شو معناها النتائج؟ معناها شنو، وين نحب نوصل، وين نحب نوصل في قرايتنا. إذا أنت تحبوا ينجح في قرايته، هناك ضوابط تحطها مرتبطة بالقراية، أنه قديش من ساعة يقرأ، شنو الأيامات اللي يقرأ فيهم. إذا تحبوا يتحسن في العلاقات الاجتماعية وبطريقة سليمة وسلسة وصحية، شنو الضوابط السلوكية اللي تحطها. إذا لابد أن نربط تلك الضوابط بنتائج سلوكية. نتائج سلوكية مثل الدراسة، مثل العلاقات، صحته، نظافته، هذا كل. الخطوة الرابعة، وهذه خطوة مهمة ركز فيها، انك تقيس نجاحك في على مستوى الجوانب السلوكية. تقيسه بماذا؟ تقيسه على مستوى الضوابط. باش تقيسه؟ تقيسه بالنتائج. اذا وصلت للنتائج ايش معناها؟ معناها ضوابطك السلوكية كانت ناجحة. اذا ما وصلتش للنتائج، معناها ضوابطك السلوكية كانت ربما تحتاج الى مراجعة. ولهنا نقوموا بالمراجعة، نراجع الضوابط السلوكية حتى نوصلوا لمستوى انه يصبح الابن متعود بالضوابط هذه، يحترم تلك الضوابط اللي اتفقت انت وياها عليها، وبالتالي يوصل الى النتائج المطلوبه. وهذا رايح. اذا شفت كيفاش عطيته مجال من الخصوصيه، ولكن الخصوصيه حديتها بجمله من الضوابط السلوكيه اللي وصلتك للنتائج المطلوبه. لكن في الحقيقه الابن يتقدم في السن، والضوابط اللي حطيتها تصلح لسن معين ولتجارب معينه، لكن هو باش يكبر. وقت اللي يكبر تكبر شخصيته وتكبر تحدياته، وبالتالي يحتاج إلى كسر بعض تلك الضوابط لأنه أصبح أكبر منها، وهو اللي طالب بكسر تلك الضوابط. ولهنا لابد أن نحسن التعامل مع هذه الوضعيات. نعرف أن يجيوني برشا يقولوا لي كان الولد عاقل، كانت البنية عاقلة، كنا أمورنا واضحة في البداية، ولكن تقلب. علاش تقلب؟ لأنه في البداية كانت الضوابط تمشي مع شخصيته وهو صغير، لكن الضوابط هذه ما عادش تصلح مع بعض كبر، ولم نحسن التعاطي مع تلك الضوابط. وهنا نحتاج انه نبدا، وهذا يتطلب وعي منك اباء، انه نبدا نوسع في تلك الضوابط، ونبدا نوسع في تلك الضوابط بمنطق ماذا؟ بمنطق التجربه والخطا. نزيدوا هامش من الحريه ونشوف شنو هو انعكاساتها على النتائج اللي حطيناها. اذا اعطيناه هامش من الحريه وزاد تحسن في النتائج، مش معناها هو على قدر المسؤوليه. نزيد نوسع، وبالتالي عندما نوسع في خصوصيته، تعرف شو معناه توسع في خصوصيته؟ توسع في حريته، وتوسع في ماذا؟ في ثقته في نفسه واحترامه النفس. وهذا هو المطلوب في الحقيقة. المطلوب انه هو اللي يقود حياته نهار اخر، ما ثماش يكون فوق راسه ويتبع فيه ويقول له عملك وعملك. وبالتالي انت ساهمت في هذا بماذا؟ بانك عاونته انه مشى في الطريق هذا خطوة خطوة، مرة يخطئ يتعلم يصحح، ومرة يقدم ويشعر بثقته في نفسه، وهكذا دواليك. وكان عندك دور تأثيري مش دور رقابي، مش دور تعسفي، لا، دور تأثيري. إذا هذا بعجالة الخطوات اللي المطلوب انه نعملها حتى نخليه انه نحترم خصوصيته، وايضا نساعده انه يطور تلك الخصوصية بطريقة إيجابية. وقبل ما نختم الفيديو، نحب نعطيكم اشياء يا حبذا نقوم بها في هذا الموضوع، واشياء يا حبذا نبعد عليها. اذا دوز اند دونتس، شنو الحاجات اللي نعملوهم، شنو الحاجات اللي ما نعملوهمش. الحاجات اللي نجموا نعملوهم حتى نحسن التعاطي مع موضوع الخصوصيه، انه نتعامل معاها كما قلنا بثقه. والثقه تظهر في شنو؟ تظهر مثلا انه في اشياء بسيطه، انه قبل ما تدخل عليه البيت مثلا انه تدق، وهذا يشعر انه شفت كيفاش يبنى الاحترام باشياء بسيطه، انه تدق عليه، انه ما تشوفلوش دبشه وتفركسلو دبشه من غير، ولا باش تهز حاجه من دبشه من غير ما تقول له، انه تشاوره مش في الاشياء فقط، وتشاوره ايضا في حتى اذا عندك حكايه باش تحكيها عليه قدام الناس، شاوره قول له نحكيها الحكايه ولا ما نحكيهاش، باش ما يحبش. وبالتالي هذا يثمن من شخصيته ويكبر له من شخصيته، تعطيه مجال ايضا انه هو يختار اصحابه، ولكن هناك حدود للاختيار، يختار اصحابه، يختار وين باش يقعد. وبالتالي هذا بالتفاوض معاك
ولهنا مهارة لابد أن نتعلمها كآباء هي مهارة التفاوض. هذا أشياء إيجابية تحسن من علاقتنا من أبنائنا وتنمي عندهم الرقابة الداخلية. أشياء نتجنبها أشياء كثيرة في الحقيقة، ولكن أبرزها هو التجسس. ولا تجسس انك تدخل تقرصن مواقع الاجتماعي انت وبتشوفوا مع شكون يحكي وشو معناها في الحقيقه. هذا يحطوا في، وخاصه ثم شكون يقوم بهذا ويمشي يقول له شفت ولقيت وغيره، وبالتالي هذا يحطه في موقع الدفاع وموقف سيء للغايه، لا يحفظ ما وجهه كشخص، وبالتالي يجد نفسه في وضعيه دفاع عن النفس، والدفاع عن النفس إما أنه يولد ردة فعل داخلية ولا ردة فعل خارجية. وأيضا شيء آخر ربما نجنب أن نقوم به، أنه نكون يسموها بالإنجليزية overwhelming في حياته، معناه أنه نكون أنا حاضر بكثافة، في مش حاضر بكثافة فقط، ولكن أنه نكون مسيطر على حياته ودائما موجود، وين يتلفت يلقاني، وحتى كان يخرج نشده بالتليفونات، ها في زرته، ها وينك توا، وين مشيت، وين قاعد، وين وقت تروح، للي نكره في روحي. إذا نتجنب القيام بهذه الأشياء، بهذا نضمن إنه علاقتنا مع أبنائنا تكون في كنف الاحترام، في كنف الثقة، في كنف المحبة، وهذه تولد سلوكيات من طرف أبنائنا، سلوكيات مصدرها الاختيار، مش انه مفروض عليه يقوم بهذا وانه خايف ويطلع شخصيته ضعيفه، وحتى نهار اخر معناها انت في بالك تو تقوم بهذا باش تحميه وترتاح، لا تلقى روحك ارتحت، ما ارتحتش انت تو اصلا، تلقى روحك حتى من بعد تتعب فيه، لانه سوف يعود بمشاكل كبيره جدا هو غير قادر على حلها، ويلتجئ لك حتى انت تعاونه انه يحل تلك المشاكل. بهذا نصل إلى نهاية لقائنا اليوم، لكم مني كل تحية، وألتقيكم إن شاء الله في لقاءات قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.